أكبر الله أكبر الله. الحمد لله تم افتتاح هذا الصرح الكبير وهو المركز الإسلامي في بيرج تابع لمسجد مصعب، وبافتتاح هذا المركز يكون إضافة كبيرة في منطقة من أهم مناطق بروكلين بيرج، والتي تكتظ بالجالية المسلمة والتي تحتاج إلى مثل هذا الصرح أكثر من مرة. أنا أقول أن هذا الصرح إن شاء الله الذي سيهتم فيه بالشباب على وجه الخصوص وسيعتنى فيه باللغة الإنجليزية لغة البلد، ولذلك أنا أدعو كل المسلمين في بروكلين في بيرج في نيويورك أن يلتفوا حول هذا الصرح وأن يدعموه، والمسلمين في كل مكان في أمريكا ألا يبخلوا على هذا الصرح. إن شاء الله نرجو أن نقطف منه ثمار وارفة من أجيالنا القادمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في القائمين عليه وأن يبارك فيكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.